آخر الأخبار اللي معانا خاصة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، اللي عقد بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المؤتمر اللي عقد لمدة يوم واحد تحت عنوان مصر في شرق أوسط متغير، بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش الاجتماعات طبعا الرفيعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة في نيويورك. ومن المقرر أيضا مشاركة الحضور في أعمال كثيرة مع أبرز الشخصيات السياسية والدبلوماسية اللي بتشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجدول أعمال المؤتمر عبارة عن جلسات، الجلسات عددها 3 جلسات بتتناول التغيرات في المنطقة، الخريطة السياسية والاستراتيجية الحالية، وجلسة أخرى بتتحدث عن مصر وعن الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي وحزمة مشروعات الحماية الاجتماعية، وجلسة أيضا تتحدث عن الأبحاث حول قضايا الشأن المصري والإقليمي والدولي. مهم جدا طبعا هذا الخبر، لأنه معهد الشرق الأوسط بقيمته وبتاريخه بيعقد، والمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، هذا المؤتمر يوم كامل أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يكون في يوم كامل من قبل هذا المعهد بالتنسيق طبعا مع المركز المصري للدراسات الاستراتيجية خاص فقط لمصر، بجد 3 جلسات فقط لدراسة التطورات في مصر على الساحة السياسية والبحثية والعلمية والاقتصادية. ده بالتأكيد يؤكد على أنه هناك تقدم يراه العالم ويرصده بالأرقام وبالنسب وبالأبحاث وباستطلاعات الرأي، وبالتالي بيقدمه اليوم. ونيويورك تشهد هذا المحفل الدبلوماسي الهام السياسي الكبير وسط هذا الحضور الضخم من السياسيين والرؤساء والزعماء والشخصيات البارزة في مجالات مختلفة ومتنوعة. النهاردة معهد الشرق الأوسط بيتحدث عن مصر وبيدعو هذا الحضور لمتابعة هذه الجلسات اللي بتتحدث، الثلاثة بيتحدثوا عن ما طرأ على مصر من تقدم وتطور ودراسة التفاصيل، وأيضا مضمون هذا النجاح في أكثر من مجال.